الأستاذ يوسف الطريف رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للتنس، نرحب فيك عبر قنوات وتطبيق دوري بلس. الله يحييك. أولا أحب أسألك عن البطولة التنس والاتحاد السعودي للتنس. طب كثير من الجمهور السعودي ما هم ملم باللعبة، ودي أن تعرف عن اللعبة والحكام أيضا. نعم، الحقيقة الاتحاد السعودي للتنس يضم 111 حكما، منهم 5 حكام دوليين. بالنسبة لهذه اللعبة، لعبة حساسة جدا، واللاعبين دائما ما يحبون يعني يكون في شوشرة أثناء اللعب. التلفون ممنوع، الكلام ممنوع، التصوير بالفلاش ممنوع، في بعض الممنوعات، وطبعا هدوء يكون طوال النقطة، مع انتهاء النقطة يعني يصير التصفيق فقط. ممتاز. طبعا هي كم شوط اللعبة من بدايتها إلى نهايتها؟ بالنسبة للمباريات التنس، هي مباراة يا من 5 مجموعات أو 3 مجموعات. يحصل اللاعب في حالة حصوله على تقدمه بثلاث مجموعات من 5، هذه بالبطولات الكبرى الجراند سلام. أما في البطولات الأخرى الماسترز والأخرى، كلها تكون من 3 مجموعات، من يحصل مجموعتين من 3 يفوز. وكل مجموعة مكونة من 6 أشواط، كل شوط يتكون من 4 نقاط، الأولى 15، الثانية 30، الثالثة 40، والآخر شيء هي الشوط. طبعا احنا في السعودية عندنا بطولة للتنس، ودي أيضا تحكي لنا عنها. الحقيقة هذا الحدث الأول والأكبر. الحقيقة نشكر يعني جميع القائمين على هذه البطولة، على رأسهم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على هذا التنظيم الرائع، وجود 8 من كبار لاعبي التنس. الحقيقة هذا يعني متعة كبيرة للجمهور، وكذلك استفادة للاعبين السعوديين لمشاهدة لاعبين كبار على أرض المملكة. طبعا بطولة الدرعية للتنس فيها حكام سعوديين؟ لا، هي البطولة فيها حكام من خارج المملكة، بحكم أنه في تعاقدات أصلا صارت مسبقة بالموضوع هذا. احنا كاتحاد وحكام جاهزين ايضا للتحكيم في اي لحظة، لكن حتى الان لم يدعى الحكام لهذه البطولة. لكن بالنسبة لحكام الخطوط، يمكن هو اللي كان يعني هو فرصة للحكام انهم يدخلون السعوديين، لكن التحكيم في هذه البطولة بيكون عن طريق اجهزة لرصد الان والاوت. كم لاعب سعودي موجود مصنف دوليا؟ الحقيقة اللاعبين المصنفين دوليين الآن، يعني مجرد ما أنك تترك أو تبتعد عن التصنيف يلتقى تصنيفك مع تقادم السنين. يمكن عندنا لاعبين زي عمار الحقباني وسعود الحقباني، أيضا هذول اللي عندهم الآن هم اللي عندهم نقاط فقط دولية. وفي عندنا أيضا تحت 14 سنة، عندنا آسيويا في عندنا ناس متقدمين ضمن العشرة الأوائل. ممتاز. طبعا في لاعبين سعوديين أو حكام يشاركون خارجيا في بطولات خارجية؟ عندنا يعني غني عن التعريف حكم جاسم عقاقة، حكم دولي ويعني مشهور له يعني بتقدمه على الأخوة في الدول الخليج. يعني أيضا الآن إذا يعني حتى الآن يمكن أقول الخبر هذا، يمكن ما حد يعرفه حتى الآن، لسه واصلنا الخبر الآن، تم اختياره في ضمن أحد الحكام اللي بيشاركون في أولمبياد طوكيو 2020. أيضا هو حكم ويمبلدون 5 مرات، حكم أستراليا أوبن السنة هذه أيضا لأول مرة، وإن شاء الله يتم اختياره في جميع البطولات، ونشوف إن شاء الله حكم كرسي من أفضل حكام العالم. رسالتك لما حضر البطولة اليوم الأول افتتاحية، توجه لرسالة اليوم الثاني والثالث. الحقيقة فرصة، يعني البطولة بطولة جميلة، يعني يا ليت الكل يحضر لمشاهدة هذه البطولة. كل يوم أفضل من الثاني، راح يكون الأول يعني هي حيكون خروج مغلوب، الفائزين إن شاء الله هو يوم الجمعة.
هيلعبون قبل النهائي، والنهائي راح يكون السبت. نرجو منكم الحضور لمشاهدة التنس والمتعة التي لا تنتهي.